دكتور باسم. أنا متفق مع دكتورة نورهان في كل اللي قالته. مسألة رصد المشاكل بدون حلول دي مشكلة خطيرة جدا وما تعبرش عن المرشح. والحقيقة أنه يعني كان منتظر من الدكتور عبد السند يمامة أنه يعبر عن رؤية الوفد. الوفد عنده رؤى واضحة في المواطنة، عنده في الحرية الاقتصادية، في اقتصاد السوق. يعني حزب الوفد حزب حاضر عن تحرر. أنا هرد وأقول لك، هو في البرامج طرح وارد يعني برنامج رئاسي، يعني برنامج للانتخابات الرئاسية. مظبوط، وأنا شفت معظم الحلقات، لكن اللي أنا عايز أقوله أنه ما كانتش رؤية الوفد هي الأمبريلا الواسعة، كان في رؤية وبرنامج رئاسي. بس الوفد ده حزب قديم وحاضر وليه تاريخ، وانا لو مرشح الوفد هعرف كويس جدا استغل تاريخ الوفد واحطه على الترابيزه قدام الناس. حتى فكره انه المرشح ما يتكلمش عن حزب الوفد دايما وهو من اكبر واقدم الاحزاب، وانه يستفيد من زخم اسم الوفد ويحطه على الترابيزه. لا، هو في البرامج اتكلم عن حزب الوفد عشان برضه اكون ارد حق الغائب. يعني تمام، حضرتك رد واحنا هنقول راينا. يعني انا ما شفتش ان الوفد اتبروز، وده للسبب اللي قالته الدكتوره نورهان، انه ما فيش تأييد داخل الحزب، ان العمليه الانتخابيه الداخليه اللي بتخرج مرشح يبقى مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ما كانتش تامة. تمام، أستاذ محمد سريعا. الحقيقة الدكتور عبد السند يمامة بيقدم خطاب ناخب مش مرشح. يعني ناخب، يعني بيقول الكلام احنا بنقوله، البطالة والأسمنت غلي والحديد والزرنيخ والحاجات دي. يعني اعتقد انه المفروض طرحه يكون مختلف شويه. الناس بتشتري الزبيخ. طبعا ما تعرفش. لا خلاص تمام، كمل. اشرح لك موضوع ده. اتفضل. بس ف يعني حد زينا كده طالع يشتكي من ارتفاع الاسعار، اوكي انت هتعمل ايه بقى في ارتفاع الاسعار؟ ما احنا كلنا عاملين نشتكي من الاسعار. فهو بيقدم خطاب ناخد. انا هنا هراعي ملاحظة حضرتك يا دكتور خالد في انه ده جزء من خطاب، مش برومو، مش اعلان. الاعلان لا، متجهز ومتشاف ومتراجع ومتمنتج ومتقدم وعمل له قيم كل اداء الاعلامي في البرامج. حتى اداء الاعلامي لا يختلف. حضرتك رديت على الدكتور باسل والدكتوره نورهان في انه هو عنده برنامج وفي كذا وبيتكلم على مش عارف الحركات والبتاع، اوكي. بس الناس ما بتقراش برامج. الناس بتشوف حضورك في البرامج التلفزيونيه عامله ايه، او في الشارع في المؤتمرات. فانت في المؤتمرات وفي البرامج بتقول نفس الكلام. انا قلت لك مره قبل كده انه في برنامج مع احد الزملاء طالع بيشتكي من انه سعر العربيه العربيه مشهوره، يعني كان بيشتريها بمليون و400 الف، نزل يجيبها لقى ب 8 مليون و650. فانت بتتكلم ناس دور على كرتون بيض، واخد بالك، وكيسين سكر، بتكلموا في عربيه مليون و8 مليون و9 مليون. مين يعني؟ فالخطاب يعني ايه؟ بعيد بره الموضوع خالص. تمام.